فترة تألق ونشاط درامي بتعيشها هالفترة الممثلة ليلى عبد الله من خلال مشاركتها بأكثر من مسلسل، هذا غير عن نشاطاتها غير الفنية. والليلة ليلى منورتنا بالاستديو لنحكي بكل هالتفاصيل. يا أهلا والله، شكرا نور نورك بعد قلبي، وثانك يو على المقدمة الجميلة. ما شاء الله أول شيء نقول لا أنتوا ما كنتوا يعني ما بتعرفوا كنا عم نضحك قبل الهواء بالضبط بعد مكملة الضحكة. بكل أحوال خلينا نبلش أول شيء حديثنا عن الدراما. نعم. هيا الروح مسلسل رمضان 2022 وشفناكي بس للأسف يعني بالبوستر بتكوني على كرسي متحرك. اي نعم لكن نعم. بس شو بدك تخبرينا عن هاي القصة ودورك؟ شوف والله القصة من أحلى القصص اللي يعني صورتها ومثلتها وعشتها هالفترة، لأن يعني وايد وايد القصة حلوة وملهمة وفيها طاقة إيجابية. يعني هي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من أصحاب الهمم، امرأة جدا قوية، بنت يعني جدا مكافحة وعندها أمل بكل شيء موجود رغم من الصعوبات اللي هي تعيشها، لكن دائما عندها أمل، وتلقاها هي الوحيدة اللي سعيدة ومقتنعة وراضية رغم كل شيء، رغم كل شيء، وبتعيش قصة حب مع هير كازن اللي هو بدر شعيبي فهد. وطبعا كل الناس وكل الأشياء ما في يعني ما في شيء واحد يخليهم انهم يقدرون يتزوجون، ويعني وفي احداث حلوه. سرقت مني لان انا كنت عايز اقولها، لان انا كنت متشوقه اعرف فعلا دور البطوله مع بدر الشعيبي، العلاقه بينكم هتكون عامله ازاي؟ في تفاصيل ممكن تقوليها لنا النهارده مثلا تبقى حصريه للترندنج؟ والله شوفي، بدر شخص يعني انا ما توقعتش انه هو، يعني هو ادري انه هو دمه خفيف من زمان، بس يعني وايد وايد فظيع ويضحك ودمه خفيف ومجتهد. طبعا انا هذه قلتها كذا مره، فعلا مجتهد ويحب الشغل، استمتعنا بالشغل مع بعض، حنشوف هالكيمستري عن جد استمتعنا. يعني انا توقعت انه ما راح يكون يمكن في كيمياء قويه، لان مو شرط كل هو صديقي لي، لانه بعد فانا حسيت انه ها ما ادري يضبط ما يضبط من اول مشهد زبط اي على طول وفهمنا على بعض. وبدر يعني حلو بالتمثيل، حاب والله وايد، وعنده مستقبل راح يكون قوي ان شاء الله بالدراما، طبيعي ومرتاح وعادي. فانا احب الناس اللي تمثل كذي، تعطيك الحريه بالاداء بالارتجال، مرات في احاسيس ترتجل تطلع حلوه، فحالات الشخص اللي قدامك يكون تلقائي عفوي بسرعه يلقط المعلومه. نايس. طيب قبل ما تنشري كمان البوستر المسلسل، نشرتي صوره لك بفستان فرح من مشهد، وبعدها تصدرتي الترند. شو اللي صار؟ يعني كنتي توقعتي انه كل هالتفاعل يصير مع صوره فستان فرح؟ لا 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 مستنيينك على غلطه. على لا مش على غلطه، هو ناطرين يعني. شوف كان مفاجاه، بس لان اخبار حلوه اتوقع الناس تحب الاخبار الحلوه، تحب انها تشوف مثلا الشخص اللي هم يحبونه يتزوج. خبر اسمه فرح. فرح حتى الطلاق وناسه يعني بالنسبه لهم انه صار حدث متونسين يلا احداث اكشن اكشن. فاتوقع الصوره بحد ذاتها اكشن، وكان التعليق اكثر شيء على السكاف. انا كنت ابي يكون شويه دريمي ولوك برنسس لما تتزوج، فحطينا اضفنا هذا الوشاح، عرفت كمان مس كويت هاي اميرات ديزني يعني في الحركه. فالصوره كانت، وبعدين انا شوي قصيت العريس يعني انه عشان لعبتيها يعني؟ ما لعبتها، لا مش هالقد صبحي، لا ما بدها هالقد ما فكرتش قوي في الموضوع مرتين والله لا، بس إن لحالهم يفكروا. ما كنت أبي أكشف فعلا الشخصية اللي معاي علشان يعني راح تحرق وايد أشياء. طبعا طب ليلى عايزة